بسرعه كده خلينا ناخد بقى الماتشات دوري ابطال اوروبا. النهارده كانت الجوله الاولى لدور المجموعات، دور المجموعات في بطوله دوري ابطال اوروبا. النهارده في نتائج الماتشات، باريس سان جيرمان كسب اليوفنتوس 2-1، كيليان امبابي متالق السنه دي مع البي اس جي وهو اللي جاب الهدفين النهارده، وكان يعني باريس سان جيرمان متقدم 2-0 على اليوفنتوس، وبعدين اليوفنتوس احرز هدف وانتهت المباراه 2-1 لصالح البي اس جي. برضو ريال مدريد النهارده رغم ان الشوط الاول كان فريق سيلتيك الاسكتلندي مسيطر وضيع فرص كتير، لكن بخبره ريال مدريد بقى في الشوط الثاني، الشوط الاول النهارده ريال مدريد الاسباني بيلعب مع سيلتيك الاسكتلندي في ملعب سيلتيك، الشوط الاول سيلتيك مقطع ريال مدريد بمعنى الكلمه، وانفرادات بتضيع وكور في العارضه ومش عارف ايه. الشوط الثاني لقينا الماتش تحول لصالح ريال مدريد تماما، وقدر فريق ريال مدريد يسجل 3 اهداف عن طريق فينيسيوس جونيور ولوكا مودريتش، وايدن هازارد، 3 اهداف وريال مدريد بيفوز بفوز كبير على سيلتيك الاسكتلندي 3-0. بنزيما خلي بالكوا اتعور النهارده، جات له اصابه وخرج في الشوط الاول. كمان فريق مانشستر سيتي قدر يفوز فوز كبير على اشبيليه الاسباني 4-0، منهم هدفين لايرلينج هالاند. ايرلينج هالاند النهارده بدا بقى تسجيله كمان، بقول لكم مكنه اهداف، هالاند ده مكنه اهداف، بدا تسجيله النهارده كمان مع مانشستر سيتي في دوري الابطال. يعني 5 6 ماتشات اللي اتلعبوا في الدوري الانجليزي جاب فيهم 10 تجوان، بدا النهارده اول ماتش في دوري ابطال اوروبا بيسجل هدفين في مرمى اشبيليه الاسباني. زي ما قلت لكم المان سيتي كسب اشبيليه 4-0، هالاند هدفين وفيل فودن هدف وروبن دياز هدف، ونتيجه كبيره النهارده المان سيتي على اشبيليه 4-0. كمان اول هزيمه لتشيلسي النهارده في دور المجموعات، ودينامو زغرب الكرواتي بيفوز على تشيلسي 1-0، اورسيتش هو اللي احرز الهدف، وكان النهارده في التشكيل الاساسي لفريق تشيلسي. على فكره تشيلسي اللي لابس ابيض وفريق دينامو زغرب لابس التيشيرت الازرق، وده اللي عامل ماسك ده او لابس ماسك اوباميانج، بيير ايمريك اوباميانج لاعب برشلونه ولاعب الارسنال السابق، كان اول مباراه ليه النهارده بشكل اساسي مع تشيلسي، ولكن تشيلسي خسر النهارده من دينامو زغرب الكرواتي 1-0. بروسيا دورتموند الالماني فاز فوز كبير على كوبنهاجن الدنماركي 3-0. ماركو ريوس وجوريرو وبيلينغهام هم اللي احرزوا 3 اهداف لبروسيا دورتموند، وفوز كبير لبروسيا دورتموند وسط جماهيرهم بقى في سيجنال ايدونا بارك، الملعب المميز جدا لبروسيا دورتموند، واكبر نسبه تشجيع او حضور جماهيري دايما في الملعب ده جماهير بروسيا دورتموند بتعمله، وفوز كبير النهارده بروسيا دورتموند على كوبنهاجن الدنماركي 3-0. كمان النهارده كان في مباراه ريد بول سالزبورج النمساوي مع اي سي ميلان الايطالي، وانتهت 1-1 ما بين الفريقين، والمباراه كانت في النمسا في ملعب سالزبورج، لكن انتهت المباراه بالتعادل الايجابي 1-1. والنهارده كمان شختار الاوكراني رغم بقى ظروف الحرب والمشاكل اللي مرت بيها اوكرانيا الفتره اللي فاتت، لكن شختار الاوكراني النهارده تالق وقدر يفوز على لايبزيج الالماني 4-1، نتيجه كبيره جدا لصالح شختار وفوز كبير على لايبزيج الالماني 4-1. طيب دي يعني نتائج ماتشات النهارده في دوري ابطال اوروبا دور المجموعات. بكره كمان في ماتشات، انتوا عارفين 3 و4 الماتشات بتتلعب، فبكره برضو في مجموعه من اللقاءات في دور المجموعات لدوري ابطال اوروبا. بكره اياكس امستردام الهولندي هيواجه جلاسكو رينجرز الاسكتلندي، انتراخ فرانكفورت الالماني هيواجه سبورتنج لشبونه البرتغالي، توتنهام الانجليزي هيواجه اولمبيك مارسيليا الفرنسي، ماتش جامد بقى ما بين انتر ميلان الايطالي وبايرن ميونخ الالماني، اتلتيكو مدريد الاسباني هيواجه بورتو البرتغالي، برشلونه الاسباني هيلعب مع فيكتوريا بيلزن التشيكي، كلوب بروج البلجيكي هيلعب مع باير ليفركوزن الالماني، ونابولي الايطالي كلنا هنتفرج طبعا على المباراه دي، نابولي الايطالي في مواجهه ليفربول الانجليزي، ليفربول محمد صلاح. بكره اللقاءات ان شاء الله في دور المجموعات.